Dönüş kovasıyla. احد اقدم الصراعات في العالم. إنه القتال الأعنف منذ عدة سنوات في نزاع عمره نحو 100 عام على مرتفعات ناغورني كاراباخ بين أرمينيا وأذربيجان، الدولتين اللتين كانتا ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي. وفي صراعات معمرة كهذه لا يهم من بدأ الحرب بل متى وإلى ما تنتهي. تتحدث أذربيجان عن استفزازات أرمينية بدأت باشتباكات بين الجانبين في يوليو الماضي، وترى باكو أن ما تقوم به هو حقها الطبيعي للرد على ما يصفه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بالاحتلال الأرميني، متوعدا بأن الحرب لن تضع أوزارها إلا باستعادة الأراضي التي انتزعتها أرمينيا قبل 3 عقود.